أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم داخل وخارج اليمن إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان في موعدنا اليوم معكم 9:05 بتوقيت اليمن في هذا الموعد المباشر. وهذه الحلقات من برنامج حيث الإنسان والتي نستعرض من خلالها وإياكم في كل حلقة واحدة من قصص المعاناة والكفاح التي يعيشها اليمنيون في مثل هذه الأوضاع على طول البلاد وعرضها. بطل أو بطلة حكاية هذه الليلة هي الحاجة زعيمة من حضرموت، فأهلا وسهلا بكم. على بعد 170 كيلومترا غرب مدينة المكلا تقع مديرية حجر، وهي من أكثر المديريات عزلة وتعاني نقصا في كل مناحي الحياة وخدماتها. اعتادت الأسر هناك على الحياة بعيدا عن أي اهتمام، ورغم نضارة المكان وخضرة الأرض وتبدل المواسم إلا أن أسر كثيرة تفتقر إلى الحياة الكريمة للأسف، وتعتمد على ما تجود به الأيادي الخيرة. نذهب إلى هناك لأجل امرأة وابنتها، عرفت قصة معاناتهما إلا أنهما لم يحصلا على ما يستحقان. حاولنا في برنامج حيث الإنسان تغيير حياة زعيمة ولو بقدر بسيط. تعالوا نشاهد القصة من هناك. يطلقون عليه اسم وادي النخيل، ففيه تقف أكثر من مليون نخلة تثمر كل عام، ويسافر حصادها إلى مناطق بعيدة. عرف هذا الوادي الحياة المستقرة مبكراً، واعتمد أهله على الزراعة وتربية المواشي لإدارة حياتهم، وعلى ضفتي نهر الوادي الشهير أقاموا مبانيهم الطينية. خلف هذه المباني الطينية المزخرفة تختبئ عدد من الأسر التي يظلها سعف النخيل طيلة العمر. أسر لا تظهر حاجتهم في الصور التي ترسم البسمة والرضا عند كل من يراها حين تقع أمامه مكسوة باللون الأخضر وأشعة الشمس المائلة. تتوزع الأسر المحتاجة في مناطق الوادي وقرب مجاري المياه العذبة ومنابعها، ويصبح البحث عنها وإيجادها مهمة مضنية وموضع استغراب. وفي منطقة جزول تعيش امرأة وابنتها تحت سعف النخيل منذ زمن دون مصدر دخل أو معيل. سميه الزعيم عيش في قول السمر، بسميه سليم علي، هذا حكم الله. قل قلت هكذا قدها، وقوم وجلس فوقه واصحاب الخار ما يقصرون، ينطوني له واكلها. الحصول على قوت يومها هو كل ما تبحث عنه هذه الاسره الصغيره وسط واد كان شاهدا على حضارات نقشت اثارها على جنباته منذ القرن الرابع قبل الميلاد. وهي أمور لا توليها المرأة أي اهتمام، فكل ما يعني الأم وابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تحصل على رزق يوم واحد. نأكل ونشرب الحمد لله، خبز وقرز. يقل خسار واشتريت خسار من صحاب الخار، ينطوني واشتري دين اشتري ريم يقبون هلي كيس رز، نص كيس دقيق، 2 كياس دقيق،
دقيق، كيس دقيق ونص دقيق واربع دبب. تحتاج جزول إلى الكثير من الخدمات لتخرج من عزلتها الطويلة، ولا تحتاج أسرة زعيمة إلا لمصدر دخل يؤمن لها المتطلبات ويكف عنها الحاجة إلى الغير والوقوف في طابور لا ينتهي. يجيبونهم أصحاب الخير، يقسمون لنا، يجيبون أكياس، يجيبونها هناك وقسمها في كرتين، كل كرتون كل واحد جابوا له كرتون نأكل منه لما يخلص، لما يجي الدور الثاني جابوا لنا كمان. طيلة السنوات الماضية ساعد الأهالي زعيمة وابنتها اللتان لم تتلقيا أي تعليم وحرمتا من كل فرص التمكين. تريد زعيمة أن تقيم حياة جديدة من خلالها تتمكن من إعالة أسرتها الصغيرة والخروج من تحت سعف النخيل ورد جزء من جميل المكان وأهله. كنا معها وساندناها لتتمكن من ذلك ولتصبح قادرة على تحقيق أحلامها وإن تأخرت عمراً طويلاً. ما أحلمش ولا حاجة، هذا معي شيء بمات، بعد ما مات خلاص يصير محلي. حتى قالوا لي قومي حولي من هنا، قلت ما بحول من مات شيء بيتي وأنا هانة، وجا أخوي وحال عندي هانة ومات وهو هانة عندي كما قلت له ما بتحرك من هذا المحل ابدا، ما بتحرك. شوف الناس كلها ذهبت كلها طشوا وانا محلي. قالوا لي قومي قاسي وحدي، قلت الله رعيبي، بعد الله ما عاد حد. قلت له مسكت مو قلت له مني انا وبتي هان بعد. قالوا بالحنا كلفش قاسي هنا وانت وحدي، شو قلت لهم الله شارح لي، ما حد يكلم حد، لا حد يعني حد. قسيت للمخيلة هذا تقعثني، بس المخيلة في هذا الديار مهم تقدم مقدها. شوف ما أطر واحد لما تكف، وأنا بتي أنا محذوفة هناك في حدة كرفتها هكذي عندي، وقسيت لما تكف، ولو حيد منهم حتى يقول منها بنت وحالها. هذول الجيراني كلهم لما تكف لكفت جو، قلت لهم الحين ما بغيتكم تجون، جيبكم ما خلوني حايفي موت محلي. لما العود مع سقط حق المكسر حق داخل ذاك المكسر، قلت لهم عود بالله يا ابوكم، شوفوا حد مصدق خافوا بيجيب لي شيء محضر هانا، البنت بخرجها من هذا الدار دويلك دبها ترقل هتو. وبعد جوني قال هذا الحين بغيت ايش انت؟ قلت بغيت الحمد لله المخيله هذا رفعوني منها بس، والحمد لله العافيه. هل نيتولي بشي بغيت ما نيتولي شي بصركم بات المخيلة مطبخ لا تقل مخيلة بات وحشة، أنا وبت مقلوطة بنا البريد وبنا الجوع، لما تحمى الدنيا قمت تدكش أنا وبتي.
خالة زعيمة الكشك دحين صار حقش. تعرف الآن الأم أنها أصبحت قادرة على إدارة مشروعها الذي يتوسط وادي النخيل ويوفر لها حصاداً يجعل حاضر الأيام أفضل من ماضيها. لم تعد زعيمة تنتظر الحصول على قوت يومها، بل أصبحت تبيع للناس احتياجاتهم، ويوماً ما ستصبح قادرة على مساعدة غيرها وإلهامهم الأمل والإرادة. هذا المشروع بيوفي عيش أنا وبنتي، الحمد لله أنا من كل في أنا وبنتي من عيش، جزاهم الله خير من قبولنا من مشي حوالنا فيه خير إن شاء الله. حصلت الأسرة على مشروع متكامل من حيث الإنسان لتبدأ حياة جديدة وتسير نحو حلم كادت الأم أن تنساه. الحمد لله دائما وابدا، وربما الجمله التي قالتها الزميله التي سلمت المفتاح للخاله زعيمه، قالت لها خاله زعيمه هذا الكشك صار حقك، هذا شيء بسيط للخاله زعيمه وان شاء الله انه يساعدك، ونتمنى من اهل المنطقه انهم يقفوا مع الخاله زعيمه. الخاله زعيمه الان اصبح لها متجرها هذا الصغير والذي من خلاله ربما تدير حياتها وتعتمد كليا على مصدر دخلها الخاص. تم صحيح أن الوصول إليها رغم طول الطريق إلا أنها نالت أخيراً جزء يسير وبسيط مما تستحقه، وقد أتيح لنا إعانتها على الوقوف ومواجهة الأيام، والحمد لله أن أتيح لنا ذلك في هذا الوادي وادي النخيل. وهي دعوة لكل من يريد تغيير حياة الأفراد، فالأمر ممكن حينما تتوفر النية قبل الإرادة والإمكانيات. عن تفاصيل هذه القصة المؤلمة من حضرموت للخالة زعيمة ستكون فقرة الأسئلة والأجوبة، بإمكانكم المشاركة والتواصل معنا والإجابة على الأسئلة والفوز بالجوائز المالية. الأرقام معكم على الشاشة ولدينا اتصال. ألو. أنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معك سلوى محمد. سلوى. من إب. أيوة سلوى محمد من إب. سلوى محمد من محافظة إب. تابعت القصة يا سلوى؟ أيوة تابع زعيمة وابنتها. طيب السؤال، ما اسم بطلة قصتنا اليوم التي استفادت من المشروع؟ إيش اسمها؟ اسمها زعيمة. الخالة زعيمة. إجابتك صحيحة ومبروك لك 50,000 ريال. الخالة زعيمة. مبروك لك 50,000. يلا مشكن بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك. طيب اتصال اخر. الو. ايوه الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ معك عبد الخالق من حيض النمشه. عبد الخالق، من وين عبد الخالق؟ من محافظة حجة. من محافظة حجة، حياك يا عبد الخالق. الله يحييك. تابعت القصة اليوم؟ ايوه تابعت القصه. ايش اللي اثر فيك في القصه؟ كيف؟ اتاثرت من القصه؟ ايش اللي اثر فيك في القصه؟ في الوحده وموت اخوها وزوجها، يعني حاله عاشت حالتها صعبه. الحمد لله على كل حال. طيب ايش اسم المنطقه اللي تسكن فيها الخالة زعيمة، المنطقة اللي كان فيها حيث الإنسان، إيش اسمها؟ النخيل، وادي النخيل. أيوة، بس إيش اسم المنطقة؟
حجر، مديرية حجر. مديرية حجر في حضرموت، إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 يا عبد الخالق. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو معك سامي عبد السلام الحميتي. صالح. سامي عبد السلام الحميتي. سامي الحميدي. سامي عبد السلام الحميتي. سامي عبد السلام الحميتي. سامي عبد السلام العميسي. ايوه من محافظة اب. من محافظة اب، اسمك سامي انت؟ ايه. طيب انا ايش اقول لك، يعني في معنا اشكالية، اذا اي واحد اسمه سامي ما ينفعش يشارك في البرنامج هذا للاسف. اه. كيف نعمل الان؟ سامي. ايوه انا داير ان اسمك سامي، انت اسمك سامي وانا اسمي سامي، فما ينفعش اثنين سامي في البرنامج، فانا اعتذر منك ما ينفعش تشارك معنا، كيف؟ عادي. خلاص عادي. ايوه. لا ينفع عادي، نمزح معك. طيب سؤالي لك. سؤالي لك يا سامي، سؤالي لك. بايش يشتهر المنطقة والوادي التي تعيش فيها الخالة زعيمة وبنتها؟ بايش يشتهر؟ بوادي النخيل. بوادي النخيل. بايش الشهرة طيب؟ بايش يشتهر الوادي؟ بوادي النخيل. لا في بو حاجة مشهورة الوادي، ايش؟ بالخضروات وبالخضرة حقه وبالنخيل، تمام. من فين بيأب أنت يا سامي؟ ها؟ من فين بيأب؟ من جبلة. من جبلة، تحياتنا لكل أهل جبلة. وإجابتك صحيحة ومبروك لك 50,000. حياك يا أخي سامي. حياك يا سامي، حياك. طيب. الله يسلمك. شكرا لك. طيب الآن نذهب لقرعة سؤال أمس، كان سؤال أمس يقول ما هي الطريقة أو الآلية الحديثة في الري؟ الاختيارات الثلاثة كانت التقطير، الغمر، الرش. الإجابة الصحيحة كانت الاختيار رقم واحد، التقطير هي الإجابة الصحيحة. تتابعوا معي على الشاشة الآن، وصلتنا 55,609 رسائل، لكن من أجاب بشكل صحيح واختار رقم واحد عددهم فقط 38,790. سأختار ثلاثة منهم، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال، ومبروك مقدما للفائز الأول، وبسم الله. مبروك إذن للفائز صاحب الرقم 7731505581. مبروك لصاحب الرقم 7731505581. مبروك. طيب الآن لدينا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. طيب يعني لحد الآن الاتصالات، يعني نحن نحاول أنه يكون في تنوع في الاتصالات والأرقام، لكن يبدو فقدنا الاتصال بهذا الرقم، لكن بإمكانكم المشاركة معنا والتواصل، واعذرونا إذا كان هناك بعض الضغط في الاتصالات، هذا خارج عن إرادتنا في البرنامج، نحن نحاول أن يكون لدينا أكثر من رقم، لكن هناك إشكالية في التواصل، وربما قد يعني وضحنا ذلك كثيرا، لأنه البعض ما زال يسأل حتى الآن على مشكلة الاتصالات والضغط الحاصل وأنه مشغول الأرقام. لدينا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ عبد الكافي الحمالي. من؟ عبد الكافي الحمادي. عبد الباقي. عبد الكافي. ايوه. عبد الكافي من فين؟ من تعز. من تعز، حياك يا عبد الكافي. عبد الكافي.
عبد الكافي. ايوه. ايش المشروع اللي قدمه ايش المشروع اللي قدمه برنامج حيث الانسان للخاله زعيمه؟ ايش قدم لها البرنامج من مشروع؟ قدمت لها محل بقاله. محل بقاله؟ ايوه بقاله. مش بقاله يعني ايش؟ يعني مكان نبيع فيه لها ولبنتها يعني. ايوه تمام، بس مش بقاله، حاجه اصغر من البقاله. يعني ايش؟ ايش يسموه الاصغر اصغر من البقاله؟ ايش يسموه؟ كشك. ايش؟ كشك. ايوه كشك، دكان صغير. يا عبد الكافي أيوة. مبروك لك 50,000 اجابتك. أيوة مبروك لك 50,000 اجابتك صحيحه. يلا شكرا. يا عبد الكافي. ايوه معك. ايش الفرق بين البقاله والدكان؟ البقاله هي نفسها. هي نفسها. الله تمام. مبروك لك 50. لكن الصغير كشك يسمى. تمام صحيح. وهو جزء بسيط يعني، كنا نتمنى أن نقدم لها شيء أكثر. لكن هذا ما سمحت به الظروف، وهي تستاهل أكثر. إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 عبد الكافي. شكرا. عفوا. طيب الآن سنذهب ونختار الفائز الثاني عن سؤال أمس. وهو أحد من أجابه واختار رقم واحد، الاختيار رقم واحد كانت الإجابة الصحيحة، وسأختار الفائز الثاني وقيمة جائزته أيضا 50,000 ريال. وبسم الله مبروك لصاحب الرقم، مبروك لصاحب الرقم 777-172-960. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 777-172-960 50,000 ريال. بعد قليل سنختار الفائز الثاني، وأيضا سيكون لدينا سؤال يومي. طيب الأخ محمد لدينا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ زياد جمال. من؟ زياد جمال. جهاد. زياد. غياد. زياد. زياد. أوه. يا زياد كم عمرك؟ 12. 12 سنة؟ أوه. بس؟ قد ها يا زياد كم عمرك؟ أوه. عمرك 12 بس؟ 12. 12؟ أيوه 12. مواليد عام كم أنت؟ 2008. طيب 2008 يعني عمرك 14؟ لا 2008. ايوه 2008 والان 2020 14، كم الفرق؟ 2008. تمام يا زياد. زياد انت من فين يا زياد؟ من عدن. من عدن. انت تتصل من تلفونك ولا من تلفون البيت؟ من التلفون الارضي. من التلفون الارضي حقكم. كل يوم تتابع البرنامج؟ ايوه كل يوم. من اللي يتصل انت ولا؟ ايه؟ انت اللي تجلس تتصل؟ ايه؟ اقول لك انت اللي تتصل، انت اللي تجلس تمسك تتصل كل يوم؟ ايوه انا اللي اتصل. أيوة. هم اللي يكتبوا السؤال والجواب. هم يكتبوا الاجابات وانت تتصل. ايوه. متقسمين الامور ها؟ واحد يكتب واحد يتصل. ها كذا رجعنا. ايوه طيب، ولو فزتم بالجائزه لمين الفلوس الان؟ ما نتقاسم به. كيف بتتقاسموها؟ 10 ب10 ولا 25 25. لا انت شل الكثير، انت لك شل الفلوس الكثير لك انت. ايوه انت شل لك 12,000 بس، لان عمرك 12 خذ لك 12 ان شاء الله بعدين سهل. طيب بتفوز ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب السؤال ال 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 أنا بسألك تمام. شوف أهالي هذا السؤال بيكون صعب عليك. طيب أهالي المنطقة، أهالي المنطقة اللي ساكن فيها الخالة زعيمة كيف يعيشوا؟ على إيش يعتمدوهم؟ على إيش يعتمدوا؟ على إيش يعتمدوا أهالي المنطقة؟
يعتمدوا على ال على ايش؟ على المعونات والمنظمات. لا هذوم اللي هم مساك يعني اللي ما فيش معاهم بس هم طيب خلاص اغير لك السؤال. انت تفرجت القصه ولا لا؟ تفرجت. انت تفرجت. الخاله زعيمه هي عايشه لوحدها هي وبنتها بس صح؟ زوجها وينه؟ مات. الله يرحمه. مبروك لك 50,000 يا جياد. الله يبارك. يلا خذ لك 24,000. تمام مبروك. طيب مبروك لجياد من عدن. الو اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو الو السؤال اللي كان مطروح لجياد مطروح للمتصل الان. الو من معنا؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه من معنا؟ امريه عبد سعيد. امريه عبد سعيد من فين يا امريه؟ من إب؟ أيوه من إب. طيب أمرية أهالي المنطقة منطقة خالة زعيمة يعتمدوا في حياتهم ومصدر رزقهم على إيش؟ على النخيل. مش النخيل. طيب وإيش كمان قولي لي؟ على النخيل قولي. كان في حاجة كذا جالسة جنب الخالة زعيمة في حاجة جالسة جنبها وهي داخل الكشك معاها تربية إيش؟ تربية الزراعة والمواشي. إجابة صحيحة. مبروك لك 50,000. مبروك لك أمرية عبد سعيد من إب. مبروك لك 50,000. إجابة صحيحة. طيب مبروك. وأنا أشكر من يتفاعل في البث المباشر ويجيب على الأسئلة بشكل صحيح. ما شاء الله عليكم يا شباب. تحياتي لكم جميعا. طيب بإمكان الأخ سامي الجابري يقول مفروض جواز هذه الحلقة الكل يتبرع بها لكي نصلح سقف الخالة زعيمة. طيب خسرتونا نعبي رصيد. والله ما يعني نحب نحاول يعني انه الاتصالات تكون مجانيه وبالتكلفه المحليه حتى ما نخسركمش. الواتساب مجاني اعتقد يعني ما بتخسروا شيء في المشاركه بالاجابه على اسئله الواتساب. لدينا اتصال. الو 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 ايوه من معنا؟ معك سمية احمد الهاجري. من؟ سمية أحمد الهاجري. سمية كم عمرك يا سمية؟ 11 سنة. 11 سنة. طيب هو يعني كانوا كبار وصغار أنا مجبر أن أساعدهم. طيب يا سمية، سمية أنت من فين؟ من عدن. من عدن؟ من دار سعد. من دار سعد؟ أيوة. تتابعي بلقيس؟ أيوة. تتابعي البرنامج كل يوم؟ أيوة. ايش يعجبك في البرنامج يا سمية؟ من دار سعد. من دار سعد؟ ها؟ انت من دار سعد؟ ايوه. وانا من المنصورة من جنبكم. تعرفي المنصورة؟ ها؟ تعرفي المنصورة؟ ايوه عارفه. انا من المنصورة. نعم يعجبني الغساء تبعكم. يلا طيب سؤالي لك السؤال. سمية من في جنبك يساعدك في السؤال؟ من في معك يساعدك في السؤال؟ ايش السؤال؟ انت من تركيا. انا بجيب لك سؤال. بعد ما مات زوج الخالة زعيمة من اللي جاء عاش معاها؟ من يساعدني بالسؤال؟ اللي جنبك خليهم يساعدوا. يلا اسأليها. أمي. تمام اسأليها. قل لها من اللي عاش مع زعيمة لما مات زوجها بعد ما مات زوجها؟ هي وبنتها بس. في حد جاء عاش معاهم؟ من هو؟ من هو معاهم؟ بس النفس هي وبنته. لا مش هو بنته.
هو مات زوجها بعدين جاء اخوها، يعني ايش هذا يقرب لها؟ هي وانتهى اخوها. مبروك مبروك 50,000 مبروك الجائزة، إجابتك صحيحة يا سمية. هي وبنتها بس. تمام تمام مبروك 50,000 مبروك، إجابتك صحيحة. هي وبنتها بس. أيوة تمام مبروك مبروك، خلاص الإجابة صحيحة يا سمية مبروك. شكرا لكم والله يخليكم. تمام. خلاص وصلت ايوه تمام مبروك مبروك الجائزه مبروك. شكرا شكرا مبروك شكرا شكرا جزيلا مبروك لكم يا سمية 50,000. طيب اتصال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معي؟ معك بكل محمد عمرو شدود عكساني رصيد جديد. رصيدك بيخلص، بين اسمك؟ عندك عندك بكيل محمد حمود شداد. هيثم بكيل بكيل بكيل، من فين يا بكيل؟ من اب من اب. متى بيخلص رصيدك الان؟ ايوه. بكم عبيت رصيد؟ والله 500 يوم يوصل اليوم. بكم عبيت؟ بكم؟ بكيل بكيل يا بكيل، بكم عبيت رصيد؟ 500 500 كثير 500 كثير. تعال نهدر انا وانت. تعال كم عدد النخيل في المنطقه؟ كم عدد النخيل في الوادي؟ 500 يوميا. لا 500 500 هذا 500 رصيد، انت عبيت رصيد ب 500. انا اسالك كم عدد النخيل في المنطقه، كم عددهن النخيل؟ اجت المعلومه في الفيلم. لا اعتبره فائز والله، اعتبره فائز اعتبره فائز، وكانه جاوب صح، و لانه اتصال يبدو. مبروك لك. اسمه مين؟ بكيل مين يا شباب؟ بكيل محمد حمود شداد من اب، مبروك عليك 50,000 ريال وعدد النخيل. بنسال الان اللي بعدك. الو السلام عليكم. دخلت عليك. ايوه عليكم السلام، من معنا؟ معك ابراهيم. ابراهيم. ايوه ابراهيم. من فين ابراهيم؟ من اب. من اب. تمام ابراهيم، انت الان لازم تجاوب هذا السؤال صح، وانت ما تجاوب هذا السؤال صح يعني يعتبر كانك جاوبته عنك وعن بكيل. والاثنين فائزين كل واحد منكم ب 50,000. تمام تمام تمام. رصيدك تمام؟ معبي رصيد انت تمام ولا بيفصل عليك كمان؟ لا تمام. انا شو اوضح للناس، بكيل فصل تليفونه وقال رصيدي بيخلص، يعتبر فائز و 50,000 ريال مبروك لبكيل. بكيل انت فائز معنا و 50,000 ريال، بس عشان يهدؤوا اللي بالفيسبوك ما خسرتوش انا، فاز مبروك ان شاء الله. ايوه ابراهيم سؤالي لك، كم عدد النخيل في الوادي؟ كم عدد النخيل في الوادي؟ الوادي الذي تعيش فيه الخاله زعيمه، فيه كم نخيل؟ النخيل ايوه عدد النخيل كم؟ 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 يعني تقريبا لو سمحت يقول له يعني يعتبر كم بعض 1000 2000 1000 2000 زائد ناقص 3000 4000. اقول لك لازم تجاوب صح تفوز بالجائزه. 4000. لا مش 4000، كثير 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 يعني 10000 كثير، مش 10000 كثير كثير. يعني كم يعني حوالي 50,000. يعني انت الان مثلا 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 انت الان كم تشتي مثلا مبلغ تعيد كذا وانت مرتاح؟ يعني مثلا كم كم في نفسك؟ اشتري 100,000. 100,000 اشتري. كم تشتي؟ يا ابراهيم تقدرين 500 500,000. لا أكثر، دبل 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 500. كم؟
اشتري مليون، اشتري مليون، عايز ولا مش اشتري مليون. يشتي لك مليون تفتهن. مبروك لك مليون. عدد شجر النخيل في وادي النخيل تقريبا أكثر من مليون. مبروك، الإجابة صحيحة، لكن أنا ما أقدر أشدي لك الآن لخمسين ألف. تمام، مبروك لك خمسين ألف. يا الله يسعدك. سلام. يلا مبروك لك خمسين ألف، ومبروك خمسين ألف للوكيل اللي قبلك. طيب طيب الآن نختار الفائز الثالث عن سؤال أمس، وجائزته 50,000 ريال أيضا. مبروك لصاحب الرقم، بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 7 7 0 2 3 8 0 4 6. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 7 7 0 2 3 8 0 4 6. مبروك للفائز الثالث وجائزتك 50,000 ريال. طيب الآن نذكر بشكل سريع بالثلاثة الفائزين معنا بالقرعة عن سؤال أمس والأرقام على الشاشة. الفائزين هم 7 7 3 1 5 0 5 8 1. مبروك للفائز الثاني 7 7 7 1 7 2 9 6 0. مبروك للفائز الثالث 7 7 0 2 3 8 0 4 6. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. طبعا مبروك للفائزين الثلاثة. الآن بنطرح لكم سؤال اليوم من قصة الخالة زعيمة. أجيبوا على السؤال بشكل صحيح وأرسلوا فقط رقم الإجابة الصحيحة تدخلوا معنا في السحب غدا ونختار ثلاثة فائزين. يعني لما تتابعوا كل يوم معنا 16,000 إجابة خاطئة، 17,000 إجابة خاطئة، رجاءً أن تصل هذه الأرقام إلى 1000، يكفي 1000 إجابة خاطئة وجاوبوا صح. سؤال اليوم معكم على الشاشة والسؤال سهل. السؤال: في أي محافظة تعيش الخالة زعيمة؟ والاختيارات الثلاثة هي شبوة، 2 حضرموت، 3 المهرة. السؤال على الشاشة وفقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. شبوة، 2 حضرموت، 3 المهرة. إذا كنت تشك أن الإجابة الصحيحة رقم 2 حضرموت فقط أرسل الرقم 2. إذن كان هذا السؤال. أجيبوا على السؤال من الآن، من اللحظة فتحنا الخطوط الخط لاستقبال إجاباتكم. فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3، وغدا في الحلقة سنجري السحب ونختار ثلاثة فائزين. وغدا أيضا سنكون مع قصة وحكاية من حكاية حيث الإنسان. نلقاكم غدا على خير في تمام 9:05 موعدنا اليومي على شاشة بلقيس. كونوا بخير. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث
حكايه.